يوم السبت اللي فات الكاس ساب مصر عشان يكمل جولته حول العالم ويستقر في البرازيل عشان العالم كله يتنافس عليه. شايفكم مبسوطين كلكم؟ الحمد لله يا لولو، جميل جدا يعني. الحمد لله كان يوم زي الفل لحد دلوقتي، الدنيا شغاله والموسيقى واقفه. نفسك مصر تكسب كاس العالم يا ادم؟ ان شاء الله هنكسب ان شاء الله. دي حاجه بتقول لكل الناس مصر بلد امن وامان، احنا مش خايفين وتعالوا بجد يا جماعه. انا مش عايزاكم تخافوا خالص، واي بنك تيجوا مصر سيف قوي بجد. أكيد دي كانت رسالة من مصر قوية جدا لكل العالم، إن مصر أمان. مكملين معاكم في سبوتن سبورت قصة كأس العالم، وإزاي قدر إنه يكون سر من أسرار السعادة للعالم كله. نجوم كبار زي بيليه ومارادونا قدروا يحفروا اسمهم في تاريخ كاس العالم. احلى الرقصات ظهرت في كاس العالم، وكل لعيب كان ليه رقصه بيتميز بيها بعد كل جون بيجيبه. البرازيل بلد صناعه الكوره، والاسطوره بيليه هيفضل الجوهره السوداء في تاريخ كاس العالم. دييجو أرماندو مارادونا اسم كبير جدا في عالم كرة القدم، وكل عشاق الساحرة المستديرة عمرهم ما ينسوا مهاراته. عام 86 استضافت المكسيك بطولة كاس العالم، وشهدت تألق دييجو أرماندو مارادونا علشان يكون نجم المونديال ده بعد إحرازه لهدفه الشهير بإيده ليحتسبه الحكم وتفوز الأرجنتين بالكأس. عشان كده حبينا نفتكر معاكم لحظات كانت مميزة جدا في كاس العالم. تاريخ كاس العالم مش هينسى مونديال 94 بسبب مقتل لاعب منتخب كولومبيا اسكوبار بعد ما احرز هدف في مرمى ادى لخسارة كولومبيا امام امريكا، وخسر احد مروجي المخدرات رهانه بفوز كولومبيا واللي قرر ان يقتله انتقاما منه. مونديال امريكا 94 ما نقدرش ننسى هدف القنبلة الافريقية أمو كاشي. من أشهر أهداف نجوم القارة السمراء كان في مونديال 94
لما احرز النيجيري دانيال اموكاشي قنبلة مدوية في مرمى منتخب اليونان علشان يحفر اسمه في ذاكرة هدافي كاس العالم. مونديال 98 على ارض الديوك كان ليه طابع مختلف خالص عن كل المونديالات التانية. زيزو كان نجم الملعب، لكن جاك شيراك الرئيس الفرنسي كان نجم المدرجات. لما كان بيرقص ويعبر عن فرحته بفريقه بعد كل هدف بيحرزوه في مرمى البرازيل في المباراة النهائية، واللي كانت سعادته كبيرة جدا وهو بيسلم الكاس بنفسه لفريقه. وقتها تحول زيدان الجزائري الأصل والفرنسي الجنسية لبطل قومي وعلامة من علامات كاس العالم لن ينساها تاريخ الكرة العالمية. كرة عرضية وفيها خطورة في المرمى. زيدان زيدان زين الدين زين الدين زيدان اللعيب الجزائري الأصل الفرنساوي الجنسية كان عليه أمال كبيرة جدا للفرنسويين إنه يوصلهم للعالم. جول لعيبتي جول 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 الله وعلشان نتكلم عن مونديال 98 لازم نفتكر المباراة النهائية الشهيرة اللي جمعت ما بين فرنسا والبرازيل واللي نجح فيها زين الدين زيدان معشوق الجماهير الفرنسية اللي يهدي الكأس للديوك بعد ما دخل التاريخ من أوسع الأبواب وأحرز أغلى هدفين في حياته في مرمى حاملين اللقب. جاك شيراك ادى مثل كبير جدا لرئيس الجمهورية اللي يقف في طريقه ويشجعهم في المدرجات، وعلى فكرة هو ما كانش بيشجعهم وبس، ده كان بيرقص كمان. جاك شيراك هو الآخر أيضا يرفع يديه مهللا بولادة بطولة كأس العالم هنا بباريس 98. دافع البرازيل من اهم علامات مونديال 2002 كوريا واليابان، وده اللي كسر الرقم القياسي للمشاركه في كاس العالم 3 مرات على التوالي ليصبح اللاعب الوحيد في تاريخ المونديال المحقق لهذا الرقم ويدخل التاريخ من اوسع. كل اللعيبه في كاس العالم كان ليهم القاب، بيليه الجوهره السوداء، الاسد العجوز ميلا، لكن رونالدو كان ظاهر. مونديال 2006 كان ليه طابع خاص جدا عند شعب البرازيل. Oh, 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 oh
ظاهر رونالدو استطاع ان يكتب لنفسه صفحة في كتاب تاريخ كاس العالم، وده بتسجيله رقم قياسي جديد في مونديال 2006 في ألمانيا، لما سجل الظاهرة رونالدو في مباراة البرازيل وغانا الهدف الخمستاشر دي في بطولة كاس العالم، ليخطف لقب هداف كاس العالم من الاسطورة الالمانية مولر، بعد ما احتفظ بها مولر لأكثر من 30 سنة. ينتظر رونالدو من يحقق رقم قياسي جديد. مونديال 2010، مواجهة شرسة جدا ما بين الماتدور الاسباني والطاحونة الهولندية. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. اسبانيا وهولندا، مواجهة أوروبية خالصة في مونديال 2010، اتسمت بالسخونة على مدار 90 دقيقة لحد ما قدر انيستا الاسباني تحقيق حلم الماتادور بالفوز بالكاس. الكلام عن كاس العالم عمره ما بيخلص، لكن طول ما في فرق جديدة وعمالة بتتدرب وشباب بيطلعوا، في امل ان احنا نوصل لملعب كاس العالم. It's time for Africa.